سلام سلام، يا رب كامل تكونوا بألف صحة وعافية. واليوم راح يكون فيديو كله جمال، راح يكون انبوكسينج لمكياج شي غلام اللي كثر عليهم الكلام وداروا ضجة، وفي بعض التعليقات منه من نسمعوها. هل يا ترى مكياج شي غلام يخرج الحبوب في بشرتنا لو نستخدموه؟ أكيد راح نجاوبكم، وشاهدوا معي الفيديو للأخير. أول منتج حبيت نشاركه معكم هو من مجموعة كير بيرس، مجموعة الديبابا، اللي كما راكم تشوفوا حاجة كوزي فيها وسادة. ولهذا الباف هي عبارة عن كموسة، خلينا نقولوا فيها هايلايتر، لما تطبقيها ولا تعملي هالضربات راح تثبت اللمعة على بشرتك. وصدقوني يا ماشي جليتر، واحد اللمعة ولا أروع. إذا كان عندك مناسبة ممكن تستخدميها، وحبيتها الصراحة، حبيت فكرتها. هي كمنتج جديد ما سبقليش وشفتوه في اي براند ثانيه. ونجاوبكم على اول سؤال اللي دائما يتكرر لي، عطينا موقع شي غلام. شي غلام ماهوش موقع، هو تابع لشي ان، يعني هو قسم خاص في موقعهم. لو تبحثي في الموقع راح تلقاي القسم كله، فيه كل المنتجات وفي حتى البوكسات والكوليكشنز وفيه كامل الاسعار. بالنسبه لهم هما كيطوروا من المكياج وحبوا يعملوه، عملوا قسم خاص وفصلوا الاسم. كان في البدايه انا كي كنت نجرب مكياجهم كله كان باسم شيئاً. هاد الباليت اللي فيها كل درجات البلاش تناسب كامل الأذواق وتناسب درجات البشرة بمعنى أصح. للأسف ما كانش شحن مباشر للجزائر في سنوات قديمة. تبعت القدم كنت نجيب طلبيات كانت توصلني مباشرة للجزائر، لكن بعد الوباء الموقعين غيروا شركة شحن، وبالتالي كانت الجزائر ضمن بعض الجزر والدول اللي وقفوا لساعة هذه الشحن المباشر لها. كيوت، شوفوا لي هذه الكياتة في مجموعة كيربير فيها عدة درجات. الدرجة هذه بالذات البينك دارت ضجة لأنه هي دوب صريح على ماركة غالية ومعروفة، ولي جربوها وداروا المقارنة قال لك مطابق. في درجات أخرى، في درجة أخرى رايحة على بنيات، وفي درجة أخرى كوغاي. النوع الثاني دار حالة اللي هو من مجموعة لوف دايف، هما يعملوا كوليكشنز كل مرة تكون مجموعة متكاملة. للعيب اللي فيه البلاش ولا الإيباليت الخاصين بهم ما فيهمش مرايه في الغالب. بشكل خاص البنات اللي حابين يجدوا مكياجهم ولا حابين يشرو بمناسبه العيد، يعني راه شي غلام هاد الايام شهر رمضان عاملين تخفيضات كبرى على المكياج تاعهم. واللي حابين يشرو كاين محلات لهنا، كاين صفحات على الانستغرام، لكن حذروا التقليد، يعني بعض المنتجات وليست كلها تقلدت. كيما راكم تشوفوا علاه درت لكم هذا الانبوكسينغ، باش تشوفوا المنتج كيفاش يوصل لكم. هما يحطوا الكود ويحطوا هذاك التغليف، صراحه منتجاتهم يرعيوها بشكل كبير حتى توصلك بكل امان وسلامه. هو برايمر كاين اللي قالوا مجرد مرطب، زال ما جربتوش راح نجربه ونحكي لكم عليه. هذا ثاني من مجموعه لوف دايف، البونش تاعهم جيومتريك ممتازه، واكيد ننصحكم بهذا الليوبات ولا هذا الباف. اول اليوم كله بينك كما راكم تشوفوا، عندهم هذه البودره اللي لونها بينك اللي اختلفوا عليها ودار ضجه كبيره على التيك توك وحتى في الانستغرام. في من حبوها وفي ليلى، في باودر الكومباكت وفي اللوس باودر من تحت. راح نجاوبكم على السؤال اللي سمعتوه ممكن ولا المخاوف اللي جاتكم على مكياج شي غلام يطلع حبوب. شوفوا بنات، انا نعطيكم رايي صريح بكل امانه، كما تعودتوا مني اغلى براند واكثرها شهره اكيد يكونوا عندها منتجات ياي ومنتجات ناي، يعني الا ما يكون كاين منتج ما يعجبش اثنين ثلاثة. واكيد حتى لو كان كونوا انا وياك توأم، المنتج اللي يناسبك تي ما يناسبنيش. مثلا في منتجات العناية اكيد نختلفوا في اذواقنا ونختلفوا في بشرتنا، وكل واحد ممكن يتحسس من مكون ما يحبش حاجة. هذا الشيء وارد سواء في المكياج ولا حتى في السكين كير. فاكيد لما نحكوا على المكياج ضروري بنات بعدوا نظفوا بشرتكم مليح. لو كان وحدة فيكم تحط المكياج وباخر اليوم تنظف بشرتها تنظيف عميق، فما راحش تضرر بشرتها كيما انسانه اخرى ما تحط ولا مكياج. حتى ما نحكوش على المكياج، نحكو على واقي الشمس. مثلا في ناس تقول لك واقي الشمس انا يدير لي حبوب ما نحبش نستخدمه. لو نحكو مثلا على واقي الشمس ممكن يكون هو واتر بروف، فاذا غسلتيه ما راحش يطلع كامل، يبقى على بشرتك عالق، فيسد لك المسامات، تلوث الاوساخ، الافرازات البشره، المنتجات الاخرى راح يدخل داخل المسامات، يبقى حبيس، ومن بعد يتاكسد، يدير لك رؤوس سوداء، وبعد تتهيج البشره يدير لك حبوب وهي رايحه. فالعنايه ضروريه سواء كنت تحطي مكياج ولا ما تحطيش مكياج. وأكيد آرائنا وأكيد تجاربنا تختلف سواء في منتجات العناية ولا المكياج. فهذا هو جوابي القاطع للناس اللي يقولك طلع لنا حبوب.
منسج نذكركم البنات اللي حابين يشروا مكياج شيغلام هالفترة، خاصة تخفيضات رمضان، شيغلام عاملين مجموعة من العروض حتى تسهل عليكم عملية البحث عليها. روحوا الموقع شيئاً، اكتبوا في خانة البحث غلام 2024 كما راني كاتبتها، وإن شاء الله يا ربي يفيدكم هذا الفيديو. نتمنى إن شاء الله إذا كان عندكم فيديوهات حابين تشوفوها في القناة تقترحوا عليا في التعليقات. بسلامة وفي أمان الله.